هاي. ملاكمة الشطرنج هي رياضة بتجمع اثنين من أقوى الرياضات العالمية، وهن الشطرنج يلي بتحتاج لقوة عقلية، ولعبة الملاكمة يلي بتحتاج لقوة بدنية. اخترع اللعبة الفنان الروسي وصانع الأفلام إنكي بلال، يلي استوحى الفكرة بالصدفة من كتاب فوكاهي سنة 1992. تتألف المباراة من 11 جولة، 6 شطرنج و5 ملاكمة، بيتناوب عليهم اللاعبين بشكل دوري. لعبة منتشرة اليوم بعدة بلدان، وبدايتها بعد روسيا كانت ألمانيا، المملكة المتحدة والهند. تم تنظيم أول بطولة للرياضة بمدينة أمستردام سنة 2003، ومن بعدها شهدت طوكيو بالسنة التالية على مباراة استعراضية. مين قال إنه الرياضة بتملك اليوم منظمتين ببرلين والهند بأمنوا الدورات التدريبية وبنظموا البطولات؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.